السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي أخبار وثقافة، سعداء بلقياكم في جلسة جديدة من جلسات قناتكم. اليوم غادي نتحدث عن الاستقبال التاريخي الذي خصصه جلالة الملك والأسرة الملكية والحكومة وأعضاء الحكومة وكذلك الشعب المغربي وساكنة الرباط للرئيس الفرنسي، وهي زيارة تاريخية ستعطي ولا شك دفعة قوية للعلاقات الفرنسية المغربية. العلاقات المغربية الفرنسية هي في الحقيقة علاقات تاريخية قديمة وعريقة، وقد توضت أيام المولى إسماعيل، يعني هي علاقات 1600. وهذه العلاقات كتعرف بعض المرات واحد الفتور، ولكن هذه العلاقات عمرها توقفات، إنما كتعرف بعض الفتور. وكما كنقول أنا دائما بأن العلاقات المغربية الفرنسية حال علاقات المحبين، هناك العتاب ولكن الحب باق ومستمر. كنت دائما كنقولها لما كانت العلاقات ديال الفطور، وكانوا بعض الناس يبغيو يلعبوا على هاد العلاقات ويبغيو يوطروا هاد العلاقات، كنا دائما كنقولوا بان العلاقات الفرنسيه علاقات عريقه ولا يمكن الاستغناء عنها، لانها علاقات يعني عريقه بزاف متداخله. وهذا الاستقبال اللي داروه للمغاربه جاي بمن وجه فخامه الرئيس الفرنسي الذي كان مصحوبا بحرمه برجيت ماكرون، منذ توجيه رساله الى جلاله الملك خلال عيد العرش المجيد، اكد فيها ان فرنسا تعترف بالسياده المغربية على الصحة. فرنسا الاعتراف ديالها عنده مثلها مثل إسبانيا، عنده واحد الطعم خاص، لأن فرنسا كانت تستعبر المنطقة وتعرف تاريخ المنطقة وتعرف كل شيء الحدود ديال المنطقة، وهي اللي خلقت المنطقة وخلقت الحدود ودارت فيها المشاكل. هذا الشيء مفروغ منه، لذلك الاعتراف ديالها عنده واحد القيمة كبيرة من ناحية أنها أولا عضو مجلس الأمن، ثانيا لأنها كانت تعرف المنطقة وكانت تستعمر المنطقة وتعرف الخرائط ديال المنطقة. احنا ما بغيناش ندخلوا بالخرائط الظلم اللي تعرضنا له من طرف فرنسا أثناء استعمارها للجزائر، لأنها ضمت أراضي كثيرة للشقيقة الجزائر. احنا ما غاديش نتحدثوا على هذا الجانب، وإنما غادي نتحدثوا هذه الزيارة أنها أسفرت عن إمضاء 22 اتفاقية جميع الميادين، ووصلت كما قال قصر الإليزي إلى 10 ملايين أورو. هذه الاتفاقيات الكبيرة فيها استثمارات كبيرة، كاين اللي غادي يقول لك وما الهدف ديال فرنسا من هادشي. فرنسا دول، هي دول المصالح، كل واحد كاين يبحث على المصالح ديالو، وهذا من حقه. اذا كان يبحث على المصالح ديالو في اطار المعقول، هذا من حق اي دوله عندها مصالح. فرنسا كما كتعرفوا وقع لها واحد المشاكل في افريقيا، خاصه دول الساحل، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، هادو وقعت فيهم انقلابات، ويعني استعانوا اليوم فاغنر ديال روسيا وابعدوا فرنسا من ديك المواقع. فرنسا الان الدور ديالها كما كان قال قصر الإليزي بان المغرب سيلعب دور الوسيط بين اوروبا وافريقيا، والمغرب الحمد لله عنده هذا الدور لان دوره التاريخي مع الأفارقة كبير، ودوره الحاضر كبير من ناحية الاستثمارات
من ناحية الجانب الديني الزوايا المنتشرة في إفريقيا لها علاقة وطيدة مع أمير المؤمنين ومع يعني علاقة عاطفية وروحية مع هذه المناطق الإفريقية. وكذلك بالنسبة للاستثمار، جلالة الملك عنده حفظه الله عنده استراتيجية كبيرة في مجال الاستثمار في القارة الإفريقية، والمملكة يعتبر ثاني مستثمر في القارة الإفريقية. إذا فرنسا عندها أهداف، المغرب عنده أهداف، وهذه هي السياسة الدولية. خصنا دائما يكون رابح رابح. وكان الرئيس الفرنسي في يومه الثاني يوم الثلاثاء أمام البرلمان بغرفته أكد وأعلنها مدوية على العالمين أن حاضرة ومستقبل الصحراء في السيادة المغربية. وهذا الشيء اللي دائما كنا نطالب به، وهو الحمد لله بفضل الدبلوماسية النشيطة وبفضل التوجيهات والتوجهات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استطعنا باش نوصلوا للهدف، وهو الاعتراف بالسيادة المغربية والدخول، وأن المغرب ينظر بمنظار الصحراء اللي يعترف لنا الحقوق ديالنا تاريخية. احنا ما كنطلبوش شي واحد يعطينا شي حاجة، هذه حقوقنا التاريخية، وأن الصحراء أرض مغربية وما كيعرفوها مغربية، لأنهم هما الناس ديال المنطقة، هما اللي كانوا يستعمروا المنطقة، وهما اللي جزؤوا المغرب وداولوا الصحراء الشرقية وداولوا مناطق أخرى. ولكن لا مجال للحديث الآن على هذه المناطق، إنما الذي نريده هو توطيد العلاقات بين فرنسا وأوروبا كاملة، لأن الاتحاد الأوروبي الآن غادي يكون، وفرنسا لها تأثير على الاتحاد الأوروبي، غادي تزيد العلاقات توطدا، وربما غادي تكون اتفاقية جديدة ديال الصيد البحري بعد ما طعنوا في الاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية كانت وقفت الاتفاقية. غادي تكون اتفاقية أوروبية جديدة، لأن أوروبا هي كما سبقنا قلنا مصالح، لأن الآن الاتحاد السوفيتي على روسيا، مابقاش الاتحاد السوفيتي روسيا ولا الصين ولا البرازيل، كلهم دول يفكروا إبرام اتفاقية شراكة مع المغرب في الميدان الفلاحي والصيد البحري. لذلك الأوروبيين غادي يكونوا حاضرين، لأن هذه الاتفاقية ديال الشراكة هي مفيدة لهم أكثر ما مفيدة لنا. حنا عندنا فين يتباع الحوت، الحوت فين ما مشي يتباعوا، ولكن هما الأساطيل ديالهم اللي كانوا ديال الصيد وخاصة ديال إسبانيا تخدم العديد من الناس، إلا مشات لهم الصيد في المغرب غادي يضروا كثيرا. لذلك حنايا كنقولوا دائما رابح رابح، لا مع الجنوب ولا مع الشمال، وأقصد بالجنوب دول الإفريقية والدول العالم الثالث، والشمال هما الدول الأوروبية والدول العالم المتمدن والمتقدم. إذا المغرب الحمد لله يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء هذا الملف ديال النزاع، الملف المفتعل، الملف للمغرب مظلوم فيه، مظلوم فيه ظلما كبيرا من طرف للأسف الشديد الأشقاء ديالنا. ولكن نتمناو بعمق باش يجي واحد النهار ونجتمعوا في اتحاد مغاربي قوي، ونديروا اتفاقيات كثيرة للاستثمار باش نبقاو عندنا واحد التوازن مع أوروبا. لأن الاتحاد المغربي اليوم لو كان يتحد بالعدد الساكن اللي عنده، وكذلك الإمكانيات المتوفرة اللي عنده من ثروات ومن فلاحة ومن تصنيع ومن هذا، غادي يبقى يعتبر يبقاو يشوفوا له بنظرة أخرى، ماشي نظرة اليوم المغرب العربي ولا المغرب الكبير، مغرب الاستهلاك ومغرب التبعية. احنا بغينا إلى كان الاتحاد بيناتنا غادي نوليو قوة يضرب لها الف حساب،
كما يضرب مثلا غير الخليج العربي، لان هو متعبين رغم لو ما تعرف الثغره ديال الصراعات بين اللي وقعت بين السعوديه وقطر والامارات، ولكن الحمد لله كانوا حكماء تجاوزوا هذه الخلافات ورجعت الامور الى نصابها. ولكن احنا للاسف الشديد ما زال مستمرين وزايدين في الاستمرار. نتمنى ان شاء الله الله العلي القدير باش يكونوا ناس حكماء، ناس يعني يفكروا بأن مستقبل الشعوب ديالهم هو في الاتحاد وليس في الاختلاف. ما غاديش نزيد نطول، كنت غادي نتحدث على الزيارة ديال الرئيس الجزائري لمصر، لأن الرئيس الجزائري توجه إلى الشقيقة مصر واجتمع بالسيسي، وسيقوم كذلك بزيارة لسلطنة عمان. الرئيس الجزائري مشى كما قالت بعض وسائل الإعلام أنه مشى لمصر بدون سابق إخبار، لأن الإعلام لما تعلن قالوا اليوم سيقوم بزيارة إلى مصر. حقا بالنسبة لسلطنة عمان كانت مبرمجة، بالنسبة لمصر ما كانتش مبرمجة. في آخر لحظة قام السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة بزيارة لمصر، ولكن اللي لاحظوا عليه بعض المحللين وحتى الجزائريين المحللين ديالهم لاحظوا ان ذاك الحماس اللي كان في الحمله الانتخابيه ديالو، واللي اقسم بالله ان لو كانت تفتح له الحدود مصر غادي يبني 3 مستشفيات وان الجيش جاهز لذلك. ولكن عندما ذهب الى مصر اولا السيسي قال له احنا ما خصناش ندخلوا شؤون الدول، وهذه إشارة أنه يقول لهم اللي أنت راك تدخل في شؤون ديال المغرب وبعض الدول. هذه إشارة وجهها له السيسي. السيد الرئيس الجزائري ما هدرش على فلسطين بذاك الشكل اللي كنا نستناوه، إنما قال حل الدولتين، وهذا حل الدولتين احنا مع حل الدولتين، وإحنا نستناو شي حل ديال هاد النزاع بهدوء، كأنه يبكي وليس يهاجم إسرائيل، وإنما يقول لي حدود 67، وهذه الحدود ديال 67 اللي راه يكررها هي معترف بها، وحتى أمريكا كتقولها، وحتى الدول الأوروبية كيقولوا لها، وحتى الدول العربية متفقين عليها هذه السنين كيقولوا حدود 67، ولكن هو يقول غادي يحرر فلسطين ولكن رجع إلى حدود 67. تحدث على صمود أهل غزة ويطلب الفرج لأهل غزة، ماشي قال الدعم إنما قال يشيد بصمود أهل غزة، وهذا ظاهر بين. هذا نقولوا احنا كشعب كهذاك، أما الدولة تحدث واش غادي تعطي لأهل غزة، ماذا أنت دائما كتقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. اليوم كيطلب لهم وكيثمن الهدنة التي تطالب بها مصر. احنا من يجي هنا المغرب العربي كيقول لك اسدي الدول ديال التطبيع والدول ديال كذا والدول ديال، وين مشى لمصر نسى بلي حتى هي دولة بحالنا بحالها عندها علاقات مع اسرائيل. تما نسى ما كايناش، بالك نساها، ولكن الحمد لله ربما الايام ستظهر حقيقة هذه الشعارات الزائفة التي تحمل في بعض الأماكن ولا ينطق بها في أماكن أخرى. ما غاديش نطول عليكم لأن الوقت طولنا بزاف، بعد غادي نعاودوا بالزيارة ديال الرئيس الجزائري لمصر والأبعاد ديالها والأهداف ديالها، وهو ربما تبيين العلاقات اللي كانت متوترة بعد التصريحات اللي كان دارها واتهم مصر بغلق الحدود في وجه الجزائر الذي تريد تحرير فلسطين. ننهي معكم هذه الجلسة، نتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساوش شاركونا بالتعليقات ديالكم بالانتقادات ديالكم وبالإعجاب ديالكم، وننهي هذه الجلسة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.